فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قتل ساحرا سواء كان سحره حقيقيا او تخيلي ولم يكن اماما فهل يضمنه ويقتص منه؟ هذا حكم الى الشرع، الى المحكمة الشرعية، لكن ما يجوز التعدي هو الاستياك على ولي الامر. هذا من شؤون ولي الامر وصلاحيات ولي الامر، ولو فتح هذا الباب لكبر القتل. وكل من يدعي فلان ساحر وفلان كذا وكذا ما يجوز، لا بد من الضوابط. نعم.